جوابات النهاردة مرسلة من أحلام Yours Forever، مرسل إلى عادل. جوابات النهاردة بتدور في سنة 56 و57، هنقرأ منهم اتنين. المصدر من كتاب بعلم الوصول للكاتب أحمد خير الدين. شوية جوابات بعنوان Yours Forever بتبدأ كلها بكلمة حبيبي عادل، بتنتهي بإمضاء Yours Forever من أحلام لعادل وبوسة شفايف. أحلام ساعات مش بتمضي في الآخر، بس الأهم من الإمضاء بوسة الشفايف و Yours Forever. كل الجوابات زي ما قلنا بتدور في سنة 56 و57. تألق عبد الحليم وأم كلثوم وأغانيهم أنا لك على طول وأنا في انتظارك كانوا ترند السنتين دول، فكانوا موجودين ضمن الجوابات اللي بتبعتها له. عادل في القاهرة مصر، وأحلام اسكندرانية، وهيبان جدا في التألق الاسكندراني في الأماكن منتزه بقى وجليم. في الأغلب عادل دكتور في عيادة، لأنها بتسأله كتير عن مين راح له العيادة وبتغير عليه من زباينه الحلوين. واضح جدا إن السجاير بتتعبه، ففي كل جواب كان لازم تتأكد إنه قلل السجاير ولا لأ. حاجة كده زي روحتي قللت السجاير. في كتاب بعلم الوصول بعد الجوابين اللي هقراه لكم النهاردة هيخش بقى على جوابات الكريسماس، وهيجي لها بقى شرابات جميلة وهدية كريسماس لذيذة قوي. تقدروا طبعا تقروا الكتاب عشان تعرفوا بقية الجوابات. حكايات جوابات الإسكندرية في 28/6/56. حبيبي عادل، مساء الخير يا حبيبي، لأن دلوقتي الساعة 11:30 مساء وأم كلثوم بتغني أنا في انتظارك. يا ترى أنت كمان سماها ولا بتتكلم في التليفون؟ تعرف يا عادل إنك وحشتني قوي، وطول النهار ما غبتش عن بالي أبدا. أنا هقولك أنا عملت إيه من الصبح. دينا كلمتني في التليفون وقالت لي إننا سنمضي اليوم في المنتزه، وشددت عليا قوي إن أروح معاها، وأنا ما كنتش عندي مزاج أفرح بالمرة، لكن كانوا كلهم رايحين فطبعا لازم أروح معاها. نزلت من البيت ورحت رميت الجواب اللي كتبتهولك بالليل، وبعدين رجعت البيت تاني، ونزلنا الساعة 11 رحنا المنتزه، وكان الجو حار جدا، ولازم كان عندك في مصر نار. يا ترى انت عامل ايه في الحر ده؟ كان البلاش فاضي وكان البحر مغري للحمام جدا، ولكني لم أخذ حمام علشان أفضل حرانة زيك، وجالي صداع من الشمس ومن كتر السرحان فيك، لأني كنت قاعدة وعمالة بس أفكر فيك، وفكرت في حاجات كتير وما كانش عندي نفس آكل. ودينا قالت لي انتي مالك النهاردة، باين عليكي عيانة. قلت لها أبدا ولا حاجة، وكل ما أشرب مية أشرق وأقول يا ترى عادل اللي بيشرقني. إذا كان كده أنا مستعد أشرق على طول. وروحنا البيت الساعة 5، وأول ما وصلت كلمت تهاني في التليفون لأسألها عن ميعاد السفر، ولكنها خيبت أملي وقالت إنها مش هتاخد أجازة ومش هتقدر تسافر. فحزنت جدا لأني مش هقدر أسافر قبل أسبوع، وفين بقى على ما يفوت أسبوع. أنا قاعدة في أوضتي دلوقتي وشعرة بضيق ورغبة شديدة في البكاء، ومش قادرة أنام أبدا. كان حقي أخد منك حبوب منومة عشان أقدر أنام. على العموم كفاية عليا إني أغمض عينيا وأتصورك جنبي. يا ترى أنت فاهم خطي الوحش ده؟ على العموم أنا قلت لك من الأول إن خطي وحش ومش بعرف أكتب كويس، يعني دلوقتي إذا كنت أنت بتكتب لي مش كنت أعرف أخبارك؟ أنا هقولك على حاجة، اكتب لي كل يوم جواب وخليه عندك لما أجي أخدهم كلهم مرة واحدة، مش كده ولا إيه؟ الحبر اللي في القلم خلص وجبت قلم تاني أكتب بيه، علشان كده لون الحبر اتغير. يا ترى يا حبيبي انت مشتاق لي قد ما انا مشتاق لك؟ عايزه اغمض وافتح الاقي نفسي جنبك. الساعه 1:30 دلوقتي وماما لسه صاحيه في حجرتها وبتكح شويه. انا هطفي النور احسن تيجي تسالني بعمل ايه. بونوي يا حبيبي، yours forever، احلام. حكايات جوابات. الجواب التاني الخميس 2/12/1956. حبيبي عادل، أنا زعلانة منك علشان كان لازم النهاردة يوصلني منك جواب، وتهاني جت بعد الظهر، وأول ما شفتها فرحت جدا وافتكرت إنها جايبة معاها جواب، لكن فرحتي لم تتم وفضلت متعكنينة طول الوقت. مش كفاية إنك خليتني أعيا، كمان لازم تزعلني كده؟ طيب أنا كمان هتأخر لما أشوفك أنت هتعمل إيه. على العموم بكرة الصبح أنا وعدتها إني هزورها، طبعا على أمل إني ألاقي جواب، لكن إذا ما لقيتش هزعل أكتر. البرد بتاعي كل يوم بيزيد، وخصوصا النهاردة أنا على الآخر متضايقة مش عارفة ليه، والبرد والزكام مضايقني زيادة،
وانت اللي مضايقني اكتر علشان بتتاخر عليا. انا كل يوم اعمل لي طريقه علشان انزل ارمي الجواب عشان ما اتاخرش عليك، وانت ولا انت هنا ولا يهمك اذا كان يوصلني جواب بسرعه ولا ما يوصلش. طيب معلش، علشان تعرف الفرق بيني وبينك، وانت كمان عارف اني تعبانه ولا تسال عني. ما تتصورش انا صعبان عليا منك قد ايه، طول النهار افكر واقول يا ترى انت كمان بتفكر فيا، لكن مش معقول زي، لانك انت مشغول بشغلك وزباينك الحلوين، مش كده ولا انا غلطانه؟ لكن انا ما عنديش حد انشغل بيه. الدنيا تلج النهارده وخصوصا دلوقت، وطول ما انا بردانه وانا بفكر فيك، لاني شعره انك انت كمان بردان، ومش عارفه ليه ساعات الاقي نفسي خايفه واقل صوت يزعجني. النهارده رحت تاني للمصوراتي، الظاهر انه مشغول علشان يومين عيد، وانا اعرفه من زمان، فكل ما فوتي يقول لي معلش بكره فوتي تاني، وطبعا مش قادره اقول له اي حاجه علشان معرفه قديمه يعني. قول لي انك مستعجل عليها، الظاهر انك مش عاوز الصوره وعشان كده المصوراتي بيأخرها. على العموم احسن علشان تكون اشتقت لي اكتر شويه فتلاقيها حلوه، وانا ما رضيتش ابعت لك صوره صغيره علشان عارفاك مش هتعجبك وهتقول لي عايز واحده كبيره، ولا باين عليك نسيت موضوع الصورة خالص. على العموم أنا مش هبعتها إلا لما تشتاق لي أنت وتطلبها مني، علشان أشوف إذا كنت مستعجل عليها ولا لأ. أنت طبعاً عارف أني عايزة أعرف كل أخبارك وأشوف هتقولي إيه. المهم أول حاجة تقولي صحتك اتحسنت وظهرك خف ولا لسه، وتقولي كمان على السجاير دلوقتي بتشرب قد إيه، وطبعاً كل أخبارك، وما تنساش ولا حاجة بونوية. أنا إذا كان الجواب قصير ما تزعلش، لأن اليومين دول ما تتصورش قد إيه تعبانة، وبرضو بكتبلك Yours forever.